عثرة. إذا مداخلة سوسيولوجية هذه المرة حول تلقي سوسيولوجيا بيير بورديه بعد 20 عاما من على وفاته. مقدمة يعني بعد 20 عام من وفاة بيير بورديه التي حدثت في 23 يناير 2002، ظهر حصاد جديد من الألقاب يسلط الضوء على أعمال علم الاجتماع ويؤدي الاهتمام بعدم المبالاة إلى إغلاق سلسلة دروس مقدمة في المعهد الفرنسي حول يعني بيير بورديه. لجانب هذا المختبر المفاهيمي الذي يأخذنا وراء الكواليس لثورة رمزية، تطلق يعني مجموعة جديدة من الإصدارات حول يعني علم اجتماع وحول يعني نصوص غير منشور التي أسسها علم الاجتماع بيير بورديه، تهدف إلى تطوير برنامج بحث. يعني تظهر مجموعة صغيرة من النصوص غير منشورة جزئيا تصورها للتفكيرية ولليقظة المعرفية تجاه تحديد موضوع التشييع والتشيع. في حين سيتم تدشين إبداع مجموعة أرشيف حول بيير بورديه تشتغل على المعدات الوثائقية الكبيرة في يعني مجمع كوندورسي في أوبر فيلي. عادت مجموعة من الباحثين بناء استراتيجية علمية وممارسة استقصائية لعلم الاجتماع والفرق التي تنضوي تحتها تركز على علم الاجتماع في أوروبا وفي العالم. نبدأ بالنظرية الاجتماعية عند بيير بورديه. قمنا بإعادة تصنيف دروس مع الفرنسي بالترتيب الزمني التي قدمها بيير بورديه والتي شاركت كل من دور نشر في تعرف بها سوي وريزون داجير منذ 2010. فإن الاهتمام بها يقع في المجلدين لعلم الاجتماع العام، حيث يشرح بيير بورديه أسس نظريته السوسيولوجية ويشحذ مفاهيمه عن المجال والحيوية ورأس المال والعنف الرمزي، ومن ناحية أخرى حول الدولة، درس الذي ألقاه بين دروس التي ألقاه بين 1989 و 1992، والذي سيتبعه بحث حول الأسس الاجتماعية للعمل الاقتصادي الذي نشر تحت عنوان الأنثروبولوجيا الاقتصادية، وهي دروس لي قدمها سنة 1992 و 1993. ثم كذلك يليه درس حول ثورة الرمزية، وهي دروس ألقاها بين 1998 و 2000. نشر بورديه خلال حياته في عام 2001 مرخصا للدروس الأخيرة التي عقدت بين 2000 و 2001، علم العلوم والتفكيرية أو الانعكاسية، في مجموعة دروس وأعمال لدار النشر التي أسسها ريزون داجير أو أسباب للعمل. لم يكن الغرض من هذه الدروس التي أن يتم نشرها كما كانت، تم ترديد صدى المقالات المنشورة في نفس الوقت في مجلته أكت دو لا ريشيرش أون سيونس سوسيال، أفعال البحث في العلوم الاجتماعية، والمؤتمرات التي قدمها بورديه في فرنسا أو في الخارج أو شارك فيه. في 10 مارس 1988 قال عالم الاجتماع بيير بورديه أنه لا يريد أن يتم تسجيله، لأن ميزة الاتصال الشفوي هي أن يسمح له بقول أشياء مبسطة بعض الشيء أو تصحيحها أو القول بأنها تبسيطية. عاد إليه لهذا الملاحظة في 14 أبريل عندما تخيل دوركيم يعيد كتاب هيجل دون التفكير فيه أو دون التفكير بطريقة هيجلية. يقول في هذا السياق: أنا أقول هنا أن أحد تلك الأشياء الساذجة جدا التي لا يكتبها المرء، لكن درس أو الدورة التدريبية ليست كتابة. يمكنك توصيل الأشياء هناك أنك لن تكتب عن أي شيء في العالم، ولكن في النهاية على ما أعتقد أكثر أهمية. إذن إن فشل محرري الدروس أو الدورات التدريبية حوله في دمج الكتاب غير المكتمل الذي شارك فيه، واختيار سعيد لنشرها بعد موته بعد وفاته في مجلد واحد يسلط الضوء على الفجوة بين الإرسال الشفوي والكتابة. يتم تطوير الفكر بقصد تربوي لشرح مراحل التفكير وبطريقة منهجية ونشر نتائج البحث التجريبي أو التفكير النظري الناجح. هذا هو السبب في أننا يجب أن نحيي قرار مخالفة يعني إرادة الأستاذ من خلال نشر هذه التعاليم التي يعني كانت مزودة بجهاز نقدي وفهارس اسمية و
نظرية وتضع في الاعتبار وضع الدورة التدريبية في العمل التي تشكل أمرا حقيقيا في مختبر نظريته ومختبر نظريته ومختبر أمرا حقيقيا ومختبر أو تختبر نظريته وتبين أسسها المعرفية. تبين يعني نظريته السوسيولوجية، تختبر نظريته السوسيولوجية وتبين أسسها المعرفية. يعني السائل أن يتساءل ما هي نظرية بيير بورديو الاجتماعية وما هي أسسها المعرفية. بعد الدرس الافتتاحي تحليل تفكيري أو انعكاسي لطقوس المؤسسة، تم افتتاح دورة عام 1981-1982 حول العملية الأساسية للمجتمع الاجتماعي، العلوم التي تتكون من التسمية والتصنيف والتشكيك في علاقة التصنيفات العلمية بفئات العالم الاجتماعي من أجل تحديد موقعها بين التصنيفات العلمية، والتي تعتبر الإهانة مثالا شديدا عليها، والتسمية الرسمية وهي فعل مؤسساتي التي هي مع ذلك ثمرة صراع التصنيف التي يجب على علم الاجتماع إعادة تشكيلها تحت ألم تطبيع التمثيل السائد للعالم. يؤكد هذا الانعكاس الإلهام الكانتي الجديد على الشخصية الأدائية لبيير بورديو، ويؤدي هذا إلى التشكيك في القوة الرمزية للتكوين والمؤسسة والعملية السحرية لتفويض المتحدث باسم المجموعة مع سلطة التحدث نيابة عن المجموعة. هذه العملية هي التي تمنح الدولة قوتها لتسوية الصراعات الرمزية واحتكار العنف الرمزي والمشروع. رفضا للبديل بين الفرد والجماعة، فإن مسار العام التالي سنة 1982-1983 أدرك موضوع العلوم الاجتماعية باعتبارها العلاقة بين مظهري الاجتماع في الجسم الهابيتوس وفي الأشياء المجالات أو الحقوق، من خلال إبراز الثوابت والاختلافات بهدف تطوير نظرية الممارسة التي تشمل النمط المعرفي للنمط العملي للمعرفة. يعني نظرية الممارسة هي البراكسس، ولكن أيضا النمط العلمي للمعرفة المنتجة في المجال الفكري. إن نظرية المجالات التي تم تصورها على أنها احتمالات هي مجالات قوة ومجالات سرعة في آن واحد، تم توضيحها من خلال تحليل المجال الأدبي والفني في فرنسا في نهاية القرن 19. سيكون مسار أو دروس 1983-1984 مناسبة لتطوير قام بها بيير بورديو لتطوير تحليل الحقول كمساحات لاستثمارات محددة والتي تتطلب تراكم رأس مال محدد، والذي يؤدي توزيعها غير المتكافئ إلى شروط استراتيجيات الفاعلين أو الوكلاء. ولكن من المستحسن استخدام الفاعلين. يميز بيير بورديو المجتمعات الرأسمالية عن المجتمعات ما قبل الرأسمالية من خلال درجة جعلها موضوعية لرأس المال، ويوضح هناك نظريته عن أنواع رأس المال الاقتصادي والسياسي والثقافي وحالاتها ثلاث: الموطن الموحد والموضوعي والمؤسساتي. إن العلاقات الديناميكية بين المفهوم بيير بورديو الهابيتوس والحقوق التي تكمن وراء التصورات المتباينة التي يمتلكها الفاعلين للمجال، وبالتالي النظريات التي ينخرطون فيها من أجل تعريف نوموس قانون، تحتل مجرى دروس سنة 1984-1985. هذه النضالات الرمزية التي تحول ميدان القوى إلى ميدان نضالات تطورت في العام التالي من خلال توضيح المفاهيم الثلاث: الهابيتوس والميدان حقل ورأس المال. يثير بيير بورديو أيضا مسألة وحدة الذات من خلال فراغات معتمدة بشكل خاص على النظريات الفلسفية واللغوية للتشريح فريجي، راسل، كريبك وزيف، والتي تشير إلى الأسئلة الأولية للسنة الأولى حول الطقوس المؤسساتية وعلى دور اللغة في البناء الاجتماعي للواقع المدرك. لكنه أخذ هذه المرة على مستوى الهوية الفردية، الاسم الصحيح والسيرة الذاتية والشفرة الفخرية والسجل الجنائي وما إلى ذلك، على عكس الافتراض الذاتي للظواهر الاجتماعية، فإن هذا البناء ليس أقل جماعية وهو نتاج صراعات معرفية. متسائلا بيير بورديو عن موقف العلوم الاجتماعية من هذه النضالات والتوتر بين النسبية والعقلانية التي سيكرس لها مسار آخر في دروس 1999 و2000، يعود لتوضيح ذلك إلى إشكالية المقولات الاجتماعية الطبقية التي فتحت المسلسل. لكن كيف يتم إنتاج المصلحة الذاتية؟ يفتح الاهتمام بعدم اللامبالاة الذي كان عنوانه في البداية حول الدولة. بعد انقطاع تام عامين، سلسلة جديدة تطورت الأفكار دروس في سنة 1988-1989 لتستمر في ذلك عن الدولة،
مثل الدروس السابقة تعيد هذه الدروس إلى الحياة المعلم والقارئ الذي كان بيير بورديا حريص على التعليق على كل مرجع لدعم تفكيره ووضعه في الفضاء المعرفي وإظهار مساهماته وثغراته والتحذير من الكذب والانقسامات المعرفية مع الفترة السليمة التي تقدم فلسفة هايدغر أمثلة عليها والتي تطورها بعد ذلك في الأنطولوجيا السياسية لمارتن هايدغر التي نشرت عام 1988 داعي الجمهور لطرح أسئلة عليه كتابين والتي يجيب عليه أحيانا بإسهاب في بداية كل درس ضاحكا على سخرية خصومة أو من الصيغ التي تنتهك الذات وأحيانا تفتح أقواس لا نهاية لها تعبر من خلال نوع من الخطاب الفوقي عن النوايا العميقة لعمله لأن هذه الدورات تظهر للقارئ العظيم أن بيير بورديو كان قارئا عاكسا دافعا قبل وقت طويل من تقديم التاريخ الراديكالي لفرنسا خاصة في علاقة بكوينتين سكينر ومدرسة كام دوريج التي كان يساهم فيها من خلال النشر عام 2000 ما يسمى التاريخ المزدوج أي نص الذي يقرأ المرء ونص الباحث الذي يعني يعالجه منذ البداية يدعو علم الاجتماع بيير بورديو إلى تجاوز البديل بين القراءة الداخلية المنزوعة السياق والقراءة الخارجية مما يجعل النص مجرد انعكاس العلاقات الاجتماعية الخارجية ذات المفرقة التاريخية التي يوبخ عليها المؤرخين والفلاسفة على حد سواء يجب أن يسلط التفسير الضوء على الظروف المحددة لإنتاج النص المعنى وخصائص مؤلفه ونقشه في فضاء من الإشكاليات يعطيه المعنى الكامل تم توضيح الطريقة عمليا في درسه سنة 1987 من خلال قراءته لنص دغيسو اكتشفه عن طريق الصدفة إلى حد ما أثناء بحثه هذا النص الذي من خلال ترسيخ العدالة يؤكد استقلال القضاة وقضاة البرلمان فيما يتعلق بالله والملك والنبلاء والتجارة هو بالنسبة له مؤسس المجال القانوني الذي يعبر عنه بطريقة يعني عنه في الطريقة النموذجية للروح القانونية بالمعنى الذي رأى فيبر في ناس بنيامين فرانكلين نوعا مثاليا عن روح الرأسمالية اقترح بورديو في قراءته في سلسلة نسب تجمع بين المؤلفين الذين يفصلهم التقسيم الأدبي مثل مونتاني وشارون وبودين وروسو بهدف تتبع مظهر نظرية الصالح العام يهدف هذا الدرس في الواقع في تلك السنة إلى توضيح العملية المزدوجة التي يتم تشكيلها من ناحية لعبة يكون فيها الفرد مصلحة في المصلحة العامة لكن حب المصلحة العامة يكافئ بشكل إيجابي مع المجد ومن ناحية أخرى حب اللعبة أو حب اللعب وفق لعالم العلم الاجتماعي فإن الاهتمام بعدم اللامبالاه بعدم المبالاه الذي يتم اختباره باعتباره شغفا بعدم المبالاه هو المواجهه بين هاتين العمليتين اللتين تنتجان في حاله القانون الخاص الرغبه القانونيه والكون الذي فيه هذه الرغبه القانونيه المكافئه لها مثل هذا الحب للعبه بعيد عن استبعاد الصراع يكمن وراءه يعني من خلال اعطاء معنى معين وإخضاع لقواعد لا تحتاج إلى أن تكون صريحة لتوجيه السلوك لن يتبنى المجال القانوني الفرنسي مثل هذه القواعد الرسمية إلا في عام 1830 عندما تنظيم مهنة المحاماة كان الاهتمام بعدم المبالاة الكامل وراء الدعوة العامة يميز موظفي الخدمة المدنية في دروس 1990 و1992 حول نشأة الدولة الحديثة أظهر بيير بورديو أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بظهور مجال قانوني مستقل نسبيا والذي ساعد من خلال تأكيد على استقلالية القضاة على فصل المصلحة العامة عن المصلحة العامة للقضاة بيت الملك بدأ هذا التفكير في الدولة خلال شهر أبريل نيسان 1988 قدم بيير بورديو موقفين أساسيين من الدولة أحدهما مثالي لهيجل والآخر مادي لماركس وهما موقفان على الرغم من تناقضهما ليس بعد أهدهما الآخر وعبر عنه في عينيه في تناقضهم الشديد الغموض الأساسي لهذه الكيان الدولة بالنسبة لهيجل فإن الإرادة الكونية ليست نتاج بيروقراطيين كأفراد بل نتاج بيروقراطية تتميز بتسلسلها الهرمي وتخصصها إذا دمر ماركس بحق هذه الرؤية المتناغمة والساحرة البيروقراطية لسمة من خلال الإشارة إلى النظرات التي تعيشها فإن رؤيته الوظيفية لا تجعل من الممكن تفسير الكفاءة الرمزية لهذا النظام يوضح بيير بورديو مع ذلك أن القراءة المتأنية من أجل نقد فلسفة الحق لهيجل الذي كتبه ماركس ربما شاركه إنجلز وكذلك الفصل العاشر من الكتاب الأول من كتاب رأس المال حيث يتعلق الأمر بقوانين الصناعة ومفتشي السحب يكشف عن مفهوم أكثر تعقيد عن الدولة من مجرد انعكاس لمصالح الطبقات المهمة ماركس لا يطعن حسب رأي في استقلالية البيروقراطية لكنه يصفها بأنها تدير استيلاء خاصا على الجمهور
يعلق بيير بورديو على ذلك بقوله: أعتقد أن ماركس في قمة مستواه كان يستحق أداء أفضل. كان بإمكاننا أن نشكك في الفعالية السياسية لهذا الاستيلاء على الكون، الأمر الذي أسس ما يعرفه بيير بورديو على أنه عنف رمزي، لأن الدولة لا تخدم بشكل فعال مصالح المهيمن إلا بإخفائها. لهذا السبب يجب التوفيق بين رؤيتين، الرؤية الهيجلية والرؤية الماركسية، من أجل التفكير في الدولة. سيتم التفكير في عدم المبالاة مرة أخرى في دروس سنة 1992 و1993 حول الأسس الاجتماعية للعمل الاقتصادي. حيث يعود بيير بورديو بإسهاب إلى التحليل الذي اقترحه عن الهيبة والهدية المضادة في ليسونس براتيك في الإحساس العملي. يسمح تحليل دريدا للموهبة في إعطاء الزمن الذي نشره سنة 1991 مواجهة أنماط المعرفة الموضوعية والذاتية والحقيقة الموضوعية. الهدية هي التبادل، الحقيقة الذاتية عدم المبالاة. عند قراءة موس أرسل موس من منظور الأنثروبولوجيا البنيوية، كتب ليفي ستراوس: الهدية في علاقة التبادل الموضوعية، تقديم الهدية هو توقع هدية مضادة، الهبة تلزم من يتسلمها. مع ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الذاتية، فإن الهدية تختبر كلحظة ساحرة. شخص الذي يعطي توقعا لا شيء في المقابل، هذه شخصية غير مهتمة، هي التي تجعل الأمر مستحيل وفق لدريدا، لأنه بمجرد الاعتراف بها كهدية، بمجرد أن تولد الامتنان وبالتالي فهي دين يتم إلغائه كهدية. اعتبر بيير بورديو هذا التحليل جميل مهم جدا الذي وضعه كنموذج للمنهج الفيمولوجي، لكن مع ذلك وجده خاطئا، وسببه أنه لا يأخذ في الاعتبار إنكار واقع التبادل، وهو إنكار ينبع من عمل جماعي للإخفاء كما هو الحال في المجالات الأخرى. اقترح بيير بورديو بالفعل تجاوز هذا التعارض بين الموضوعية والذاتية من خلال دمج التجربة المعيشة في الواقع الموضوعي للعالم الاجتماعي. فيما يتعلق بتفسير العطاء أو الهدية الذي يحكم التبادلات الاقتصادية المعترف بها على هذا النحو، والذي غالبا ما يتم الطابع الرسمي عليه بموجب عقد، يعارض بيير بورديو محرمات التفسير التي تميز الاقتصاد الرمزي للهدية والتي توضح إخفاء السعر من الهدية. هذا التمييز بين الالتزام الأخلاقي والعقد، بين الطقوس والحقوق والمصالح، هو نتيجة لعملية تاريخية وصفها مارسيل موس في مقالته الشهيرة عن الهيبة. في حين أن الأعمال الأولى لم تحلل سوى عملية الإخفاء هذه على المستوى الفردي سوء النية، فإن بيير بورديو يدرك الآن على المستوى الاجتماعي أو الجماعي، إذا كان الفصل الزمني من خلال الانقطاع الذي يقدمه يخفي علاقة التبادل، فإن سوء فهمه وهو شرط للتجربة المسحورة للهدية أو السحرية للهدية، تجربة سحرية للهدية، نعم، هو نتاج الإيمان الجماعي بقيمة الهبة. إن البعد الجماعي لخداع الذات يجعل من الممكن الخروج من مشكلة سارتر الخاصة بسوء النية. الهبة هي مثال نموذجي على تحويل الجوهر من الاقتصاد إلى الرمزية التي يديرها سحر الاجتماعي. إن عدم انفصام الطابع الرمزي والاقتصادي دفع بيير بورديو إلى رفض الاقتصادوية التي تختزلها في المصالح المادية، مما تسبب في اختفاء الاقتصاد الرمزي الذي لا يزال موجودا في العديد من قطاعات المجتمع، حيث يتم تشجيع بشدة على التصرفات السخية خاصة في المجالات الدينية والعلمية والفنية والأدبية. هذا بالنسبة لنظرية النظرية الاجتماعية، نظرية السوسيولوجية عند بيير بورديو، الهابيتوس، الحق الاجتماعي. نأتي الآن إلى نظرية المجال أو نظرية الحق. خطط بيير بورديو لتكريس كتاب نظرية المجال في عام 1995 كان قد وضع الخطة التي يفتح عليها المجلد الذي يجمع تحت عنوان ميكروكوسم مقالات غير متضمنة في كتاب في مجالات مختلفة من مفهوم المجال، كما تذكرنا المقدمة غير المنشورة. طريقة بناء الكائن تستجيب صياغتها الاجتماعية لمشكلة مزدوجة: أولا، العملية التاريخية للتمييز بين الأنشطة الاجتماعية التي تصاحب تقسيم العمل ينتج الاستقلال الذاتي لمجال النشاط عموما عن النضال الذي تقوده مجموعة من المتخصصين، على سبيل المثال المحامو، للحصول على اعتراف اجتماعي بسلطتهم وكفاءتهم في المنطقة المعينة، مما يخلق فجوة بين المهنيين والناس العاديين، على سبيل المثال بين رجال الدين والناس العاديين في المجال الديني. ومع ذلك هذه هي المشكلة الثانية، تظل هذه الاستقلالية نسبية دائمة، تستمر القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في التأثير على هذه الأكوان المستقلة نسبيا، لكن تأثيرها إلى حد ما ينكسر بسبب المنطق المحدد للمجال، أي تمت إعادة ترجمته وفقا لقضايا محددة.
يكشف التحليل المقارن للمجالات المختلفة عن التماثلات الهيكلية، ولكن أيضا الاختلافات والخصائص الخاصة بكل نشاط. على عكس الافتراضات المسبقة في الإنسان الاقتصادي هومو ايكونوميكوس، فإن المجال الديني بالنسبة للعالم الاجتماعي هو المجال الذي يفتح عليه يعني الدرس أو المجلد، وليس المجال الاقتصادي الذي هو مصفوفة تاريخية. يوضح مجال الأزياء الراقية بعد ذلك مبدأ الشهوة، والتي يوجد بشكل خاص في المجال السياسي. يثير مجالان الأدبي والعلمي مبدأ مسألة الاستقلالية. تظهر المجالات القانونية والبيروقراطية عمل التعميم، يتم تسليط الضوء على النضالات التي تعبر المجال الاقتصادي من خلال حالة السوق المنزلية للأسرة الواحدة، والتي تتحدى دراستها نموذج الإنسان الاقتصادي. يكشف مسح درس عام 1999 حول الثورة المحافظة في النشر عن تفاقم التوترات بين الفن والمال، بين منطق مجال الإنتاج الثقافي ومنطق المجال الاقتصادي الذي يتزايد تأثيره مع التركيز حول التكتلات. يتم فهم العلاقات بين المجالات في إطار نظرية الفضاء الاجتماعي التي ترفض اختزالها في المجال الاقتصادي على غرار النظرية الماركسية، دون التخلي عن مفهوم الطبقة ولا التفكير في الدولة باعتبارها عقلا ميتا. تشهد الملاحظات التي ينتهي بها هذا المجلد عدم اكتمال نظرية المجال، ولكن أيضا على التقدم الذي أحرزته بفضل التحقيقات التجريبية التي أجريت منذ الستينيات والتي قام بها بيير بورديو. فرضية المتماسكة نظريا والمختبرة تجريبيا على حالات اجتماعية تاريخية مبنية تطرح عليه العديد من الأسئلة والمقارنة بين الزمان والمكان بمثابة أداة عاكسة. ولهذا يشكل هذا الكتاب برنامجا بحثيا في المجالات التي يجب إثراؤها بالأعمال المعاصرة، ليتم نشرها في مجموعات ميكروكوسم بعد تلك المنشورة في المجلة التي تحدثنا عنها أكت دي لا ريشيرش أون سيونس سوسيال، وفي لسانس كومان الذي نشر من طرف منوي وليبير وسو. الآن بيير بورديو كباحث في الفكر، ربما في الفكر الفلسفي أو في التفكير أو في النزعة التفكيرية، تجمع مجموعة تفكيرية بين أربع نصوص. النص الأول الذي لم ينشر هو اتصال القدم في قدم في مناظرة نظمها المركز الوطني للعلماء الشباب و صحيفته بريسم حول موضوع العلوم الإنسانية من أجل ماذا؟ صياغة والنماذج، تحت عنوان نظرية المعرفة وعلم الاجتماع. ناقش بيير بورديو تحليل الظروف الاجتماعية للإنتاج الاجتماعي، وهو أداة لليقظة المعرفية وبالتالي شرط لتقدم المعرفة في هذا المجال. وينتهي بالتنبيه من خطر مزدوج على الانضباط للشكليات الذي يعتبر استخدام فكر النموذج مثالا عليها والتجربية العامية. إذن هناك خطرين، ليس خطر مزدوج، الانضباط للشكليات النمذجة والتجربية العامية. تشير النصوص التالية التي يرجع تاريخها إلى تسعينات القرن الماضي إلى اهتمام بورديو المتزايد بهذه القضية، والتي كما رأينا تتخلل جميع دروس التدريبية دورات التدريبية. لم تظهر الانعكاسية النرجسية والانعكاسية العلمية باللغة الألمانية فقط في عام 1993. عرض بورديو مفهومين للانعكاسية أو التفكيرية، مفهوم ذاتي الذي يتمسك بالتجربة الحية وتشكيل الموضوع لموقف البحث، والذي يمكنه وحده الانفصال عن المثقف أو المدرسي، تحيز الكامل وراء مركزية معرفية. بعيدا عن الانعكاسية النرجسية للباحث الذي يشاهد نفسه ممسكا بقلمه، يرى بورديو في تاريخ مقولات والأدوات العلمية أداة الانعكاسية على اللاوعي الأكاديمي، وشكل أكثر تحديدا على العلوم الاجتماعية، لأنه بالنسبة له فإن الموضوع الحقيقي للعلم ليس الفرد بل المجال ككل. بعنوان بروجي ديستوار سوسيال دي سيونس سوسيال، مشروع تاريخ اجتماعي للعلوم الاجتماعية، وقدم هذا الدرس في ندوة سنة 1900 أو محاضرة سنة 1997 في مدرسة دراسات العلوم في العلوم الاجتماعية، اعتبره كفن للمهنة. هذه الجلسة التمهيدية هي فرصة لإلقاء أفكاره حول فرنسا، حول ما اعتبره أن فرنسا لا تعرف حقا ما هي الندوة.
نحن نتبع التقليد الكاثوليك للخطبة والمحاضرة، ولأسباب تاريخية إلى حد ما فإن التقليد الفرنسي ليس مرحبا جدا في المدرسة الدينية الحقيقية، وهو أمر صعب للغاية ومتطلب للغاية. غالبا ما يكون يسمى بالندوة في فرنسا دورة تدريبية مريحة. لدينا جميع مساوئ الدورة وجميع مساوئ عدم التدخل. كيف تنقل مهنة الباحث أي فن بمعنى الممارسة؟ يرى بورديو نفسه كمدرب لعبة أكثر من كونه أستاذ في المنبر. النص الأخير هو عقل العلم أو سبب العلم. كيف يمكن للتاريخ الاجتماعي والعلوم الاجتماعية أن يخدم تقدم هذه العلوم؟ وهي مقدمة لعددين من المجلة أكت دو ريشيرش أون سيونس سوسيال رقم 106 و107 حول التاريخ الاجتماعي والعلوم الاجتماعية. حيث يميز بورديو الصراعات العلمية الحقيقية عن الصراعات السياسية التي تحاول تنظيم توازن القوى في المجال العلمي بوسائل غير متجانسة. ومع ذلك فهو يحذر من إجماع العمل الأرثوذكسية الأكاديمية وضد اللامبالاة الأخلاقية والسياسية للمحافظة على المجتمع الجيد، والذي يمكن اعتباره انفصالا موضوعيا عن المراقب غير المتحيز أو الحياد الأكسيولوجي. من هنا نزع محافظة نراه اليوم قادر على تحويل نفسه إلى آلة حرب ضد البدع وضد الاختلاق والإبداع والخلق. عادة إحياء التقاليد الاجتماعية الأوروبية في مواجهة الهيمنة الأمريكية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية مثلت مقاومة وصفهم التي ما زالت تثير. من هذا المنظور للتاريخ الاجتماعي للعلوم الاجتماعية نظرت مجموعة من الباحثين في الممارسات البحثية لبورديه تحت عنوان بورديه وفن الاختراع العلمي. أخذنا هذا العمل الذي شارك في تحريره ربما الكثير من يعني البورديين جوليان دوفال ويوهان البران وبرنيل إزهونت يعني، وأخذ في الوقت الذي تطلب فيه التقنين الضعيف للطرق الاجتماعية والأدوات الإحصائية عملا ثابتا من الاختراع. يميز الابتكار أيضا عمل التنظير والذي يذكرنا بأنه متجذر بقوة في الممارسة التجريبية. إعادة بناء يعني المسوحات التي أجريت يعني في مع مختبر ريمون أرون في مركز علم الاجتماع التربية والثقافة حول التصوير والفوتوغرافي والائتمان والتعليم والمتاحف ونشره والاعتماد على الأرشيفات والاستبيانات والجداول والنصوص المقابلات والملاحظات والمشاريع البحثية غير المكتملة في بعض الأحيان، كلها تؤدي إلى تعريف بهذه الدروس غير المنشورة. يعني سيتم أخيرا تجميع أرشيفات مركز علم الاجتماع الأوروبي مع مجموعة شخصية لعلم الاجتماع بيير بورديه مودعة في مجموعة المعدات الوثائقية الكبيرة يعني في ربما حرم كوندورسي، وهي مجموعة تخفي العديد من الكنوز الأخرى على القارئ اكتشافها بنفسه حول بوردي الباحث والمعلم. يعني ربما نرحب أيضا بنشر نسخة موسعة ومكملة للبيبلوغرافي علم الاجتماع بيير بوردي والتي جمعتها إيفيت ديلسو وماري كريستين ريفير، وهي أداة حاسمة أساسية للتعرف على الكثير من الوثائق الجديدة التي لن تفشل في تغذية هذا التاريخ الاجتماعي للعلوم الاجتماعية التي دعا إليها بيير بوردي وصف علم الاجتماع، على أمل أن تكون أيضا مصدرا للتفكيرية في فهم الحروب التي تدفعهم اليوم، حروب بين ربما أوروبا وروسيا غرب وشرق، لأن هناك حروب كانت روسيا تنتمي إلى الشرق أكثر مما تنتمي إلى أوروبا، تنتمي إلى أوراسيا وفي علاقة وتيدة بالصين أكثر في علاقة عدائية الآن مع أمريكا والعالم الأنجلو ساكسوني والجرماني. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أتمنى أن تكون هذه الإطلالة حول سوسيولوجيا بيير بوردي قد أفادتكم. إلى اللقاء، وخاصة دروسها غير المنشورة، دروسها في المعهد الفرنسي وفي غيره ومقارباته في حول الدولة وحول الاقتصاد وحول الدين وحول ربما ما هو رمزي، قد أفادتكم إفادة جيدة. شكرا جزيلا لحسن انتباهكم، إلى اللقاء في مداخل السوسيولوجيا القادمة.